اكيد هنعرف تفاصيل كتير جدا مع ضيفنا الكريم اللي مشرفنا النهارده دكتور محمود الحصري استاذ المصريات واللغه المصريه القديمه. مشرفنا دكتور محمود. اهلا بحضرتك استاذ عمرو. كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك. كل سنه وانت طيب وبخير. مصرنا الحبيبه بخير وبصحه وبسعاده. اكيد المصري القديم او العيد المصريه القديمه ومن اهمها على اطلاق عيد شم النسيم او شمه كما كان بيسموه زمان. يعني فاهم كان الحقيقه مازال بنحتفل بنفس الشكل وبنفس الطقوس حتى مع مر السنين دي كلها ما زلنا بنحتفل بنفس الاكلات المميزه والتفاؤل والبيض الملون ونفس الحاجات. يا ريت بقى تطلعنا كده ايه اللي كان بيحصل زمان وليه العيد ده يعني كان موجود وليه تم الاحتفال بيه وما زال مستمر حتى الان. طيب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه، ان عيد شم النسيم هو عيد مصري اصيل وموروث شعبي قديم خدته مننا جميع دول العالم، والعالم كله احتفل بهذا العيد فيما يسمى بعيد الربيع. لكن هو في الاصل هو عيد مصري اصيل وموروث شعبي قديم، تمام؟ ابدعه الاجداد وتوارثه الاحفاد. طيب في ناس كتيره بتسال هو العيد ده جه ازاي او ايه الوقت اللي العيد ده جه فيه؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه، ان 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 الاقاويل ياما هتتقال، بس انا هقول لك الحاجه الاشهر واللي المفروض كله يبقى متعرف عليها. منذ ان استقر الانسان المصري القديم على ضفاف نهر النيل وبدا يعرف ما يعرف بحياه الاستقرار، بدا يبقى قسم السنه فصول السنه قسمها لثلاث فصول رئيسيه، فصل الاخط اللي هو فصل فيضان نهر النيل، وبعد كده فصل البرت اللي هو فصل البذر البذور، بعد كده فصل الحصاد اللي هو شمو، لان احنا عندنا الفصل الثالث من فصول الفيضان اللي هو فصل الصيف اللي هو فصل الشمو. فبدا ان هو يقول لك انا السنه عندي مرت بكذا حاجه، ان كان في فيضان لنهر النيل وكان بعد كده زرعت، وبعد كده انا دخلت في مرحله اسمها مرحله الحصاد بتاعت الزرع بتاعي، بقى النباتات بتنمو. يعني الناس بعد التعب وبعد الحاجات اللي هم بيشوفوها عايزين يرتاحوا، فبداوا يخصصوا يوم اللي هو يوم الحصاد اللي هو شم. عندنا كلمه سم اللي هي النبات، فقال لك ان كلمه شم سم اللي هو ايه؟ الاحتفال بالنبات او حصاد النبات. حصاد النبات. وبعد كده طبعا الكلمه كلمه شم اتحرفت في القبطيه بقت شمو، فطبعا لحد ما اصبحت كلمه شم النسيم اللي هو اضافوا لها كلمه النسيم اللي هي دليل على الهواء العليل او العليل الهواء. فطبعا دي اشهر حاجه احنا نقدر نوصلها للساده المشاهدين عشان يعرفوا ان العيد ده من اكتر من 2700 سنه من قبل الاسرات، وفي عيد اسمه عيد الربيع او العيد المرتبط بالزراعه. وانا عايز اقول برضو يا استاذ عمرو على حاجه مهمه جدا، هذا العيد ليس خاص بالمسيحيين، هذا عيد مصري اصيل. المسيحيين كان طبعا الاحتفال بتاعهم من امبارح، العيد بتاعهم هو بيعقبوا يعني بيعقب عيد الفصح او عيد القيامة المجيد، لازم مرتبط بيه او تاني يوم مباشره. هو عيد لكل المصريين طبعا، بنحتفل بيه كمصريين جميعا، بيعقب عيد الفصح عند الكنيسه الشرقيه. احنا عايزين طبعا نقول لكل اخواتنا المسيحيين كل سنه وانتم طيبين طبعا بمناسبه عيد القيامة المجيد او عيد الفصح. طبعا كان في عيد فصح مسيحي وعيد فصح يهودي. ليه بقى اختاروا تحديدا يوم الاثنين ده؟ يعني في ناس تقول لك ايه احنا ليه اخترنا اليوم بقى تحديدا يوم الاثنين؟ طبعا المسيحيه دخلت مصر او في القرن في منتصف القرن الاول الميلادي، وبعد ان تم اعتناق المسيحيه على يد الامبراطور قسطنطين وبدات يبقى في امبراطوريه شرقيه وامبراطوريه غربيه، وبقى احنا نتبع الامبراطوريه الشرقيه، بدات الكنيسه كان عندهم الصوم الكبير، فكان يوم شم النسيم ده بيجي في منتصف الصوم بتاعها. فقال لك لا احنا ناخد العيد المصري الاصيل ده اللي المصريين كلهم بيحتفلوا بيه ونخليه اليوم الموافق ليوم الاحد، اللي هو اليوم الاحد اللي هو يوم العيد اللي هو يوم العيد المسيحي او عيد القيامه المجيد. واصبح منذ هذا التوقيت بيتم الاحتفال بعيد شم النسيم في اليوم الاثنين التالي ليوم الاحد اللي هو ايه عيد القيامه او عيد القيامه المجيد. طب كويس جدا. هل فعلا يا دكتور الاكلات اللي احنا بناكلها او المشهوره جدا في شم النسيم بالذات الاسماك المملحه والفسيخ والرنجه والبيض الملون والترمس والبصل والخس، كل الحاجات دي اللي موجوده على مائده شم النسيم، على فكره كمان مش بس الناس اللي بتخرج، لا ده الناس برضو في البيت بتجيبها معاه، يعني يعني فعلا في ارتباط ما بين المصري القديم او الموروث القديم في الطعام لحد اليوم ده؟ فعلا كان ده بيحصل؟ فعلا. اقول لحضرتك على حاجه، اتفضل. في ناس هيجوا يقول لك ايه انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ بالظبط. اقول لحضرتك على حاجه، ما اصل انا عارف دماغ الناس بتفكر ازاي. اقول لك روح شوف جدران المعابد والمقابر، في جداريات عندي موجوده فيها جميع انواع الاطعمه. وعلى فكره هو مختار الاطعمه ديت مختارهاش ده ليها
ارتباط ديني رمزي عقائدي. هو ما اختارش كل حاجه، ده كل حاجه لها اختيار وكل حاجه لها فوائد وكل حاجه ليها نمط معين. هقول لحضرتك على حاجه بسيطه، لما تيجي تشوف الموائد اللي مرسومه على جدران المقابر هتبص تلاقي جميع انواع الاطعمه اللي انت حضرتك بتقول عليها، هتشوف نفس الاحتفالات اللي احنا بنقوم بيها دلوقتي هي نفسها. يروحوا يصطادهم على نهر النيل، يخرجهم في الحقول في المتنزهات، تبص تلاقيهم بيصطادوا البط، بيصطادوا السمك، بيصطادوا الوز، المائده بتاعه الطعام عليها السمك المملح اللي هو الفسيخ او الرنج او السردين او الاشياء الجميله اللي كان نهر النيل بيبعتها للمصريين. الخير، الخير بتاع خير. المصريين أيوه. بياكلوا البصل الخاص الملانه. ويمكن انا عايز اقول لحضرتك على كل طعام من الاطعمه فايدته ايه. يعني حضرتك لو جيت بصيت للبيضه، البيضه نفسها اسمها في اللغه المصريه القديمه صحت. البيضه صحت ديت هو قال لك هي دي رمز الخلق، رمز التجديد، ان الكتكوت نفسه او الطائر او الكائن الحي بيطلع من البيضه او بيفقس من البيضه، فده بدايه للتجدد. وقال لك ان تلوين البيض ده نفسه استاذ عمرو ليه رمزيه اللي هي ايه؟ ان اي حد هيلون البيض هتبقى سنة سعيدة، هيبقى سنة سعيدة. يعلقوا على الايه؟ على الـ على الـ على, الـ على الابواب بتاعت المنازل، مجرد ما الشمس تيجي على البيت نفسه يبدا ايه؟ في بهجه جوه البيت. في بهجه. طيب نخش على بعد كده الايه؟ السمك الفسيخ. السمك ده كان بيجي من نهر النيل، وكان طبعا السمك كان بيملحوا الاسماك المصريين القدماء، اول ناس عرفوا حفظ الطعام، عشان كده كانوا بيملحوا السمك لفتره كبيره جدا، عشان السمك اللي انت حضرتك عارف ان السمك طبعا ما كانش فيه تلاجه، ما كانش فيه الحاجات دي، هو طبعا كان بيملحه عشان يستمر لفتره كبيره جدا، أطول. فتره اطول، وعشان كده هو كان بيبدا ان هو ياكل السمك. بعد كده حضرتك عندنا البصل. البصل طبعا من الاكلات اللي ليها شهره كبيره جدا عند المصريين القدماء وحتى وقتنا الحالي، وسبب في طرد الارواح الشريره. ويمكن البصل مرتبط بقصه يعني شهيره قوي، اللي هي ان بيقول لك ان كان في احد عليه القوم ابنه تعبان بمرض قوي جدا، ومهما يجيبوا له من اطباء ومهما يجيبوا له من ناس يقول لك لا، ما الولد مش عايز يخف، لحد ما احد الكهنه اشار عليه وقال له حط بصل تحت الوساده بتاعه الامير الصغير. وبالفعل لما هم حطوا البصل الامير افاق من الغيبوبه، والبصل طرد الارواح الشريره اللي موجوده. تيجي لنبات الخس. نبات الخس حضرتك من النباتات اللي المصريين القدماء نفسهم كانوا بياكلوها، مرتبط باله اسمه الاله مين اللي هو اله الاخصاب. فالخس نفسه كان ليه وطبعا زي الخس والفجل والجرجير والحاجات ديت اللي هي الخضره نفسها بصفه عامه. نيجي بعد كده حضرتك لايه كمان؟ للملانه اللي هو الحمص الاخضر. نيجي حضرتك للفول. الفول ده من الاكلات المصريه القديمه. البصل في كل الاكلات ديت كانت المصري القديم بياكلها، وكانت موجوده على قائمه الطعام بتاعته، وموجوده على جدران المقابر والمعابد، واللي اي حد حابب ان هو يشوف ان نفس الاحتفالات اللي بنحتفل بيها دلوقتي موجوده يبحث على جوجل او يخش على النت هيلاقي الكلام اللي انا بقوله ده كلام موثوق ما فيش اي نقاش. طيب ايه اللي ربط برضه